صباحكم. صباح الخير. يعني في البداية طبعا القانون الدولي هو بنص على أنه لا يجب أو اعتقال الطفل دون سن 12، ولكن في انتهاك لهذه القوانين وفعلا بتم اعتقال الأطفال. فخلنا نبلش بس من هذا العمر بالضبط اللي بيكون تحت عمر ال 12، كيف ممكن هو يتصرف؟ الأهل كيف يتصرفوا قانونيا؟ تمام. هلا من ناحية الأهل شو يتصرفوا؟ لازم أي طفل عندهم تحت 12 سنة لازم يكون معه شهادة ميلاده موجودة بجيبته، صورة عن شهادة ميلاده. التعليمات عند الجنود أو عند الشرطة في أي مكان في العالم، إذا تم اعتقال شخص أو طفل تحت 12 سنة وشافوا شهادة ميلاده وأثبت، لازم يتركوه فورا. ولكن في عنا بفلسطين انتهاكات لهذا الموضوع وعدم انصياع للقوانين الدولية، ولكن هاي بتكون نسبتها قليلة جدا، يعني نسبة الأطفال اللي تم اعتقالهم عمرهم 12 سنة قليلة جدا مقارنة بالقاصرين اللي عمرهم بين لحد 18 سنة. يعني العديد من الأطفال بتم اعتقالهم سواء بظروف اعتقال يعني سيئة فجرا أحيانا من بيوتهم بيوت أهاليهم أو حتى من الشوارع لدى عودتهم من المدرسة أو لدى وجودهم يعني حتى في المسيرة السلمية التي قد تكون بالأخص هذه الفترة لدى ارتفاع نسبة الاعتقال بشكل عام نتيجة الغضب الشارع الفلسطيني وتنديد للقرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. والعديد من الأطفال يعني لا يتم متابعة أو لا يتم لحقنا نقول بقضيتهم منذ بدايتها اللي يمكن تساعد في سواء كان بمدة الاعتقال أو حتى بالاعتقال بشكل عام أو حتى بظروف الاعتقال. كيف ممكن قانونيا يكون في وعي لدى الأهل ولدى الطفل في لحظة الاعتقال كيفية التصرف السليم؟ صحيح. هلا سيدتي، السنة الماضية تقريبا في حوالي 1400 قاصر دخل السجون الإسرائيلية. احنا في جمعيتنا عم نعمل من خلال اخصائيه نفسيه اجتماعات يوميه مع الاطفال القاصرين اللي بيخرجوا من السجون، وعم نعمل استبيان شو سبب دخولهم السجن. هلا في كثير ناس دخلوا السجون اصلا مش عاملين شيء، ولكن بسبب عدم الوعي عند الاهل وعدم الوعي عند الأطفال تم اعتقالهم لفتره طويله او فتره محدوده، وبالتالي في هناك مشاكل نفسيه، في غرامات ماليه، وفي دعم اصلا من دول خارجيه لاسرائيل على كل اسير بيدخل عندهم. فهي مساله صفت انه بزنس، كل ما انه يزيد الاسرى كل ما هم زاد الدخل عندهم. وفي النهايه كمان اذا الطفل دخل جوا ما في عنده معرفه، ما في عنده وعي، يعني في احتمال جدا يكون عميل او احتمال جدا انه يتعرض لمشاكل نفسيه. فاحنا كجمعيه مساله العنف ضد الاطفال عملنا مشروع دخلنا فيه تقريبا لحد هلا 27-28 مدرسة، قمنا بعمل توعوي للأطفال ولا أهليهم. هلا من أهم شيء الطفل شو لازم يتصرف في حالة، قبل موضوع الطفل شو لازم يتصرف، شو واجب الجندي أو الشرطي من ناحية قانونية إذا تم اعتقال قاصر شو لازم يعمل. أول شيء الجندي لازم يعرف عن حاله، لازم يحكي للقاصر سبب اعتقاله، ولازم يقول له شو حقوقه، انه انت بسمح لك تحكي تليفون، ما بنقدر ندخلك على التحقيق ليكون محامي او يكون اهلك موجودين، وخذ هاي التليفون احكي. هلا في حاله انه عاده الجنود ما بتصرفوا بهاي الاليه، بتصرفوا بعنف، بضربوا مرات في طلاب انكسرت ايديهم ورجليهم من الضرب، وهم بالشارع نفسهم لما يوقفوهم. بالضبط. هلا القصة لازم يكون عند الطالب وعي، إذا تم اعتقاله حتى بظروف سيئة أو بظروف عادية وهو ماشي بالشارع لازم هو يطالب في حقوقه. أول شغلة لازم يشعر الجندي أني أنا قاصر، هذا من ناحية قانونية، ناحية قانونية والمفروض طبعا أنه يكون موجود، والمفروض يكون بعيداً موجود بعيدا عن الوضع حاليا. بالضبط. هلأ إحنا رح نحكي أول إشي شو الصح وشو القانون، وبعدين نحكي شو التصرف في حالة الوضع اللي إحنا فيه. تمام. لأن ما بنقدر نحكي عن شو نتصرف واحنا مش عارفين شو الصح، شو حقوقنا. تمام. هلا الطالب لازم يحكي للجندي انه ما بيعطيه هويته، بيقول له انا قاصر بدي احكي تليفون. هلا اذا شعر انه بدهم ياخذوه على الجب يودوه على المغفر لازم يتنح ويقول انا ما بدي اروح، انا بدي تليفون، انا بدي احكي مع اهلي، انا قاصر، هذا حقوقي. هلا في حاله انه اعطوه تليفون وحكى مع ابوه او امه، لازم كل طلابنا يكون معهم ارقام يحفظوهم عن غيب، ما يسيفوهم لانه راح ياخذوا منه الموبايل. أرقام أهليهم. إذا مثلا أبو إمه مسكر تليفوناتهم لازم يحكي مع حد قريب منهم يوصلهم. هلأ الطالب لمن أو القاصر لمن يحكي مع الأهل لازم يحكي بعض الشغلات المفيدة، إنه أنا في المكان الفلاني تم اعتقالي والسبب هيك، وأنا بدهم يودوني على المكان الفلاني. هاي المعلومات لازم يأخذها من الجندي. الأهل هون شو لازم يتصرفوا؟ لازم على طول يتصلوا في محامي خاص
ويقولوا له لحق ابننا قبل ما يفوت على التحقيق، لانه لازم تعرفوا شو السيناريو اللي بصير، او كل طالب لازم يعرف شو السيناريو اللي بصير لما يتم اعتقاله. الوضع الطبيعي بياخذوه بحطوه في الجيب ودوه على المغفر فورا بدخلوه تحقيق. طيب بعد حال ما قدرش يوصل للاهل وهون دخلوه تحقيق. هلا بوضح لك، هلا بدخلوه تحقيق، بعد التحقيق بروح على القاضي، اما بروح ما في عنده اعتراف، اما بسجنوه بناء على اعترافه. هاي السيناريو اللي بصير مع الطالب اذا تم اعتقاله، ولكن اذا صار تصرف غير هيك الطالب لازم يعرف انه في شيء غلط. يعني اذا زبتوه فرضا في سجن غرفه صغيره معتمه لفترات ايام، هون في شيء غلط، يعني مستهدفينه انه بدهم يعرضوا عليه اسقاط او بدهم يعذبوه نفسيا، وهذا الحكي ما بصير مع القاصرين. فورا من اعتقال للمغفر ل للهذا للمحكمه. هلا الولد ايش لازم يتصرف في حاله انه انضرب وما اعطوه فرصه انه يحكي نهائيا؟ طبعا احنا لازم من يعني برضه ممنوع هو الضرب طبعا، يعني لاي قاصر ممنوع انه ينضرب، يصير له اي شيء. القانون الدولي ممنوع الاعتداء على القاصر نهائيا، حتى لو مرتكب مخالفه، حتى لو عامل شغله ممنوع ينضرب. واذا انضرب وكان في اثباتات، وهذا اهل الطالب هذا او اهل القاصر رفعوا دعوه على الجندي اللي ضربه من خلال محامي شاطر، لابد انه هذا المحامي الجندي يتعاقب قانونيا، وممكن كمان يعوضوا اهل الولد مصاري على هذا الموضوع. طيب عشان نستثمر الوقت الضيق للاسف يلي قلنا بهالمحطه الصباحيه، لنحكي بالضبط في حاله الاعتقال يعني وغياب القانون، يعني او القيام الجنود هم ما بيلتزموا يعني بكل. هلا في حاله انه الولد انضرب ونحط في الجب ونزلوه عند التحقيق، ما قدر الولد يطلب حقوقه نهائيا. بهاي الحاله لما نيجي بده يفوت التحقيق بيجوا بيحكوا معه، في هاي الحاله لازم يطلب حقوقه. اول شيء لازم اذا كان مريض يقول انا مريض، اذا كان عامل عمليه يقول انا عامل عمليه. من حقهم يجيبوا له العلاج فورا، ويجيبوا له طبيب يفحصه ويعطوه لازم. اذا كان جوعان لازم يحكي، تمام، ولازم ما يدخل التحقيق نهائيا الا بعد ما يحكي مع اهله او الصليب الاحمر او الأسرة. هلا في حاله انه اجوا الاهل مع المحامي، لازم من حق القاصر يقعد معه الفترة الكاملة لما المحامي يفهمه شو لازم يصير معه بداخل التحقيق. في داخل التحقيق لازم يحكوا معه بلغته، ولازم يكونوا مؤهلين لأنه يكونوا قاصر، إنه يعني مؤهل للشخص اللي بده يحقق معه. بالإضافة إنه اللي مش لازم يستعمل معه العنف ولا الضرب نهائيا، وإذا تم العنف والضرب معه الولد يقوله لو سمحت سجل في نص التحقيق. إذا كان في نص التحقيق لما يجي يمضي عليه مش بلغته يرفض المضي عليه نهائيا. من حق الوالدين يحضروا التحقيق بس بدون ما يتدخلوا قانونيا، ولكن في بعض الأحيان بيتم إجبارهم على التوقيع حتى على أوراق، ويمكن هلا بقول لك شو لازم يصير. مش بلغتهم، بتكون باللغة العبرية. هون بهاي الحالة إيش بقدر يسوي؟ أوكي، هلا في حالة إنه الولد أعطوه يوقع لازم يقرأ نص التحقيق. إذا بالعبراني بقول لهم أنا متأسف، أعطوني إياه بالعربي. هلا إذا جابوا له إياه بالعربي ولازم يجيبوا له إياه بالعربي، بده يقرأه كامل. إذا لقى في إشي مش ما يعني مش موجود، ما صار، ما بينعكس إيش صار، يرفض التوقيع. في بعض الأطفال اللي إحنا قعدنا معهم حكوا إنه أجبرونا على التوقيع ببصمة. البصمة صح. هلأ في هاي الحالة لازم يبزق على البصمة ويمسحها، لأنه هذا حقه، ولازم ما يسوي أي اعتراف مهما كانت الظروف. حتى لو في أشخاص قالوا لا إحنا شفناك وأنت ضربت حجار، أنت سويت هيك، يقول لا أنا ما سويت. ولكن كل يعني عملية التحقيق مع الطفل يعني هي لا تخضع على القانون يعني بتاتا، يعني ممكن يكون في حتى عملية إرهاب للطفل، فهو يضطر أنه ينساق يعني لما يقال في التحقيق لحتى هو يضمن حياته. كلنا شاهدنا كمان فيديو التحقيق مع طفل أحمد مناصر اللي انتشر، وكل وقت بيقول أنا مش متذكر، ولكن يعني لا كان اللي كان عم بيحقق معه لا كان هو من ضمن القانون ولا حتى طريق التحقيق، لا هي بوجود محامي ولا بظروف حتى اعتقال مناسبة، واللي قد تكون طبعا مثال يعني ما بدي أحكي لجميع الأطفال، ولكن أغلبية الأطفال هم بيعانوا نفس الظروف. لا حقيقة بعد ما إحنا قعدنا مع كثير من الأسرى وجدنا انه لا بيجي بيحكوا لهم لازم تحكوا تليفون، احكوا مع اهلكم، اهلهم بيجوا، ولكن مش كلهم، ولكن مش مع الكل بيتعاملوا بالطريقه اللي تعاملوا فيها مع احمد مناصره، لانه القانون بيرفض. بدي اقول لك شغله كثير مهمه، اذا الاهل لقوا ابنهم تعرض لهيك موضوع لازم على طول يرفعوا دعوه ضد المحقق، لانه في الاخر المحقق لما بيجي بحقق مع القاصر بقول له انا فلان، واذا الولد ما عرف يعني ما تعرف عليه لازم الولد يطلب، واحنا هذا الحكي بنفهمه لاولادنا في المدارس. نعم. انت قطب بدي اتعرف عليك. هلا في شغله كثير مهمه، انه بالقانون الدولي في اتفاقيه جنيف ممنوع اسقاط الاطفال، ممنوع عرض عليهم لانهم يتعاملوا معهم،
وهذا الحكي مش كتير متقيدين فيه، ولكن احنا بصراحة مع أغلب الطلاب اللي قعدنا معهم أو الأسرة اللي قعدنا معهم ما نعرض عليهم، قلائل جدا قلائل جدا. عرفتي كيف؟ طيب سيد سيم، يعني عشان لضيق الوقت، يعني في حال تم اعتقال الطفل او القاصر من منزله وما نعم. كان في ما تم تسليم أوكي. امر اعتقال للاهل، نعم. في هاي الحال الاهل وين يتوجهوا؟ تمام. هلا في حاله فرضا انا اب اجوا اخذوا ابني وكسروا البيت وراحوا، انا في هاي الحاله اول شغله لازم اتصرف اني يعني اعمل عمليه فضح للموضوع عشان الجيران يجي يكون في شهود عيان. ثاني شيء اذا قدرنا نصور ايش بصير لازم نصور عشان نرفع، لأنه إذا ارتفع قضية القضية بتمشي، من حقنا نرفع قضايا. هذا واحد. اثنين، أول ما يجي لازم أطلب منه أمر الاعتقال ويكون بالعربي، والأمر الاعتقال بيكون مكتوب فيه مين اللي جايين ياخذوه ووين بدهم يودوه ومين هم. عرفتي كيف؟ هلأ في هاي الحالة إذا أخذوه ما عرفناش إشي لازم نتصل على الارتباط الفلسطيني، الارتباط الفلسطيني من خلال التنسيق بيعرف هذا الولد وين راح أو وين المعتقل ودوه، وإحنا منتابعه من خلال الصليب الأحمر، هيئة الأسرة، نادي الأسير، واتصال على محامي خاص. وفورا إحنا كعائلة بنقدر نلحق ابننا وين بيكون وبندخل من دون تصريح، لأنه إذا إحنا أثبتنا إنه ابننا جوا وأنا أبوه ومعي ما يثبت هذا بفوت بدون تصريح، حتى لو أقولي لي ممنوع بقول لهم لا القانون بيدخلني جوا وبقدر أفوت التحقيق مع ابني، وطبعا هاي بترجع للمحقق إنه بيقبل أو ما بيقبل بس ممنوع أتدخل، بقدر قبل ما يفوت التحقيق أقعد معه أفهمه وأوعيه وأحكي له شو الحقوق القانونية طبعا. نعم كل الشكر لك، ونعتذر إحنا كان الموضوع هو يستحق إنه يكون لدى الجميع، يعني إنه يكون في معلومات لدى الأطفال ولدى أهليهم عن هذا الظروف وعن التصرف السليم والقانوني والسريع أكيد لضمان حقوق الطفل. كل الشكر لك سيام نوارة مدير جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال ووالد الشهيد نادي النوارة. كل الاحترام. بعد إذنك بس إحنا في عنا عيادة نفسية ممكن نقدم العلاج النفسي لأي أسير بيخرج بدون مقابل بيخرج من الأسر. شكرا كثير لجهودكم وفي الجمعية جمعية مساءلة العنف ضد الأطفال، كل الشكر لإلك. مشاهدينا مستمرين معكم ورح ننتقل لزميلنا محمد بدارنة المتواجد